تعبية الكرتون الناس فيها علوم الناس والديرة. يا سلام براويك. هيا انت تمر وتنفل علي، شكلك بعدك ما سمعت عن عدوك توفاك ام الطراق الفتاك. امون امون بطل السلندر بطلي. عدوكا استهدي بالله، خف السرعة بتذبحينا. والله ما فتشك، وين بتصير عني وين؟ ام سليمان خليش معانا، كلميها قولي لها تخف السرعة بتذبحنا هالمينونة. ابوي خليها تذبحنا، خليها تسيبك، ايش فيها الدنيا من بعد قيادة الغدار ابو سليمان. قبضت عليه بالجرم المشهود، داس بلاك بيري تحت كرسي سيارته ويسوي شات مع وحدة اسمها الدمعة الحزينة. ابو سليمان لقعت لقعت يا ابو سليمان، تعب لقعت لقعت. يا ابوي حشرتينا، ابو سليمان ابو سليمان خلاص لبسي انت بعد، خذي لك بلاك بيري وتسليبه احسن عن الريل. بلا ريل بلا ويا قلب. عطوقة خف الساعة اقول لك، ام سليمان ربط الحزام. ما ربط البر، خليني اموت. يا ابوي الحياة من بعد خيانة ابو سليمان مالها مزة مالها البر. عذبتني يا ابو سليمان بسك وخايا يا أبو الله، خاف الله فيني علايا مكمات، خاف الله. عدتو قشتيمة بكرش الشيمة ودخلي بفعامون، وباغي الضربة تكون على الجانب اللي أنا قالت فيه. لا 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 يا ريتني ما تزوجتك، كان يوم اسود يوم هم فادي فهبق. I hate you، طلقني طلقني مع بعض. سيري والليلة عاد شني الا بطلق مريم فارس ولا شذا حسون. انت اللي مأثر على عيالنا عن بروهم، كم مرة قلت لك خلهم يتخذون قراراتهم بروحهم ولا تتدخل في اختياراتهم. انا مو بنتي اللي كل يومين جايبت لهم كابات وفنايل برشلونة ليه ما استووا برشلونيين؟ الله يرضى جي، ثلاث برشلونية في البيت ضد ريال مدريدي واحد، كيف تبين يعمر هالبيت؟ حبيبي ما ترومون علينا نحن البرشلونية، تونا قبل شوي صالخينكم بقولين. عاد اللي يسمعك وانت تقولين نحن البرشلونيين يقول هاي تربية برشلونة، ما كنك ربيتي في بيت ابوك في شعبية سنابور، وبعدين انتو الحريم اش لكم في الكورة؟ يلا عطيني اسامي ثلاث لعيبة من برشلونة. قاهركم القصير المكير ميسي. طعمه لذيذ. انزين هذا واحد، اعطيني الثاني. انزين نقول ابيطة هبيطة. ابو يا لقعت القعد يا عدوك، نعم حذرين قولي لي قبل ما تدوز بريك عشان اتقبض. كرهتك تفلعني بقرشة تتحراني، ما بزخك ها انا براويك.
ينفع معاك إلا القصف العشوائي. أنت بدأت باستخدام الأسلحة البيولوجية. أي الخذ الجديد يا حصان البحر، أنت ما ينفع معاك إلا الهجوم الليلي. يما سبته خلاص، استسلم والله استسلم، شغل الليت حرام عليك، أنا مريض عندي فوبيا الظلام. حرام عليك شغل الليت سبته وبنتفاهم. يا ماما هذا كوتي ما بغى يمرض ويغيب عن دوامه إلا اليوم. أم سليمان أشوف البيبي مالك، صدق أنك مبتدئه في البيبي يا أم سليمان. شو ها؟ مو شو ها؟ حاط اسمك بالكامل بدل انك نيم، حليمة بنت فايق بن رايق زوجة محفوظ بن سالمين بن. أم سليمان كان حطيتي بالمرة تاريخ الميلاد والديانة؟ شوفوا شوفوا صورة منو حاطة في الديبي، شلي صورته هالخسف هذا، لا ويالس على هالبيكاب الوردي ماله تقول كاب كيك عود. حطي صورة عيونك، صورة خشمك، ايديك المحناية اذا تبين اضافات، ما بصورة بودرياه هذا. هي وانا اقول ليش كل ما اضيف حد يكتب لي وع ويسوي لي ديليت وطرش لي فيسات الضحوك علي. غيري غير انك نيم مالك، حطي مس في اي بي وشوفي الاضافات اللي بتيج. والله صدقش يا عبتوقة، بس أقولش هذه لكلهم شباب، إذا ضفتهم ما تعتبر خيانة زوجية لأبو سليمان. يا أم سليمان خليك كول، لا تكونين معقدة وعقليتك مال أول، خليك أوبن مايندد، إلا هي مجرد سوالف وتسلية وصداقة بريئة. عمون مصدعة، حطي لي كيسين في الشاي دبل باتي، ها باني كم ما أعرف وين كنت حاط كرتون الشاي. هلو أمون، أنت شي يسوي داخل كانتين مالنا؟ كوتي، كيف تشوفني؟ أنا يخلي كاميرا مال مراقبة داخل كانتين، بطلي تاني كبت على اليمين في كرتون مال شاهي داخل، خدي واحد وأنا بيسوي تسجيل على حساب ماما. أمجي، شو صاير؟ شو السالفة؟ أوه، اقتحام، صح جهاز الانذار عندنا بغرفة العمليات. كيف يعني؟ هالمحل مربوط بغرفة العمليات بالشرطة. ها؟ هذا صاحب الكانتين معاي على الخط، كلمة. ألو؟ سلام عليكم بوليس، ما في مشكلة، أنا معلوم هذا بنية، بابا مال هو الدوست مال أنا، ما في مشكلة خليه يصير. يا 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 هي يا ماما. ها، بتستوي برشلوني ولا لا؟ لو الموت ما بشجع برشلونة، بشجع نادي خيطافي ولا برشلونة. اندوك عيال خلاص، بس دي برشلوني، بس دي برشلوني. سبتو شخلي الليت حرام عليك ظلام، بيطلع لي جني. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وين البجلي؟ وين البجلي؟ حيدني شاري بجلي من السوق الصيني، وينه؟ بندي الليت الحين بندي، أو أنك تخوفيني يعني؟ أستوي برشلوني هاللي قاصر؟ حبيبتي أنا مدريدي حتى النخاع، أبن عن جد، وبيت كله برشلونية، ماليه يلسفي. أذلف، يلسفك حلوة بس فراقك بعيد، عسى العين ما تشوفك، يلا برع، برع. أمون وين الريموت؟ خليني أغير هالقناة، قلبت علي المواجع. ليش مامي؟ شفت حصان البحر؟ تذكرت أبوك، اشتعل في قلبي الحنين. هي والله مايا أبويا يا حليلة صار الأسبوع مايا البيت، خليني أتصل بأشوف وينه. ألو هاي داد، I miss you، وينك؟ ويني بعد؟ بعيد عن هاليابسة أمك، حاجز لي فندق 5 نجوم بجزيرة النخلة ويالس في البلكونة ومريح راسي
من صدعة أمك. أوهو شو هذا مسخرة؟ خلاص بابا قرقر، أنا ريت سوي نوم. بنت بنت. مع السلامة أمونا. الحين هذا لما الخدمة الغرف يذكروني شكلهم حصلوا لي السويت اللي طلبته. شو بلاك حاشرنا؟ تراني أدفع إيجار هني حالي حالك. أنا يريد يسوي نوم، بكرة صبح بيودي 3 تريب رمل مشان خربكان. أنا يريد يسوي نوم، لازم بنداد علي. يما بسم الله. كنا في موتر أحمر على الكراسي عبري، أنا وأبو سليم أن التقينا عصري والتقينا عصري. كنا في موتر أحمر على الكراسي عبري، أنا وأبو سليم أن تمشينا عصري. أما هذا البطال يلف بسيارته رايح جاي عشان أمون، شكلها بتفضحنا أمون. نعم بتجيب العار للشعبية. لا أبوي لا، خلني أصورها وأروي الفيديو لأمها سبتو عشان تولغها ولاغ وتتأدب هذه اللي ما تسرع على وجهها. أبو أبو هذه ما أمون، هذه أم عمون اللي تغادل. نعم إيه إيه، وحليلك يا أبو عنبر. نعم إنك غبت. أبوي مقيولة إذا غاب السنور. العب يا فار. ألو حرفي تحيم، تعالوا عندنا كبسة بسرعة. يو يو يا هي يا ماما. تدفع على بيتنا ها؟ أو إنك تبى تغازل؟ لا؟ شفت الوالد بحد؟ اتحريت البيت ما في رياييل ها؟ تعال يود ها ها يود ها ها ها. أبوي أنا آسف والله العظيم ما عرفتك. I'm sorry بابا. Come on man. ما عليك، براويك في البيت. إن ما خب من حصالتك جيمة الضرسين اللي كسرتهم. لا تسميني أبو عنبر. وي 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 وي. السالفة وما فيها يا حضرة الملازم. أذلف جلستك حلوة بس فراقك عيد. عسى العين ما تشوفك. يلا برا برا. سبتو يا بعدي خلينا نعقد هدنة. أعتقد أن زواجنا يمر بمرحلة الروتين الزوجي، وعشان ننقذ من الخلافات والانهيار لازم نبتعد عن بعض شهر ونعتبرها إجازة زوجية علشان نجدد علاقتنا الزوجية ونستعيد ذكريات المراهقة ونرد نشتاق لبعض وللأيام الخوالي البريئة. أيام يلومي يلومي. حامض حلو، لكن حسبي الله عليها أم سليمان، هي السبب خربت علينا الإجازة الزوجية. هي اللي نشرت الإشاعة بالبلاك بيري وشوهت سمعتنا في الشعبية. حضرة الملازم قالوا لي إنكم مسكتوا هذاك اللي كنت مبلغة عليه. أي واحد؟ هذاك اللي كنت ضايفت لنا في البلاك بيري وطرش لي قلوب وبوسات. نعم إنه ما يجزي على وجهه. نعم أو أنها صداقة بريئة وأنا قعت عليك. هي نعم ألقينا القبض عليه. جيبوه جيبوه، خلني أسوي لحركة الانترتيكر وأكسر ظهره. نعم أسمنا ما يستحي مسود الويه ذا. نعم هذا هو أبو سليمان. أنت النمر الوردي وإنتي مس في آي بي. هي أمبرح مالك. What?
طيبين القلب. يا ماما يا ماما يا مرحبا سعد يا رهتك يو يو يا هي يا سلام قلب الاسد يا ماما